في المرأة يا. اذا متابعينا الكرام متابعين قناة الشاب على يوتيوب تيفي كما كتبوا معنا يعني في ظل ارتفاع الاسعار هنا في مدينة تطوان وكاين يعني ارتفاع العديد الكبير ديال الخضر والفواكه في قلب سوق بلندر كاين لكم يعني الخضرة غير اللي ما بغاتها هي غير ب 4 دراهم الجودة ديال المطيشات كما كتشوفوا على الصورة متابعينا الكرام الفلفلة اللي كانت دايرة ب 800 دراهم المطيشة اللي وصلت 800 دراهم 7 دراهم في السوق فهي في بلندر غير ب 4 دراهم متابعينا الكرام غير اللي ما بغاش انه يجي ياخذ مطيشه نطر ياخذ فلفله ياخذ خضره رخيصه فطبعا يعني حنا كنعرفوا بان يعني في مدينه تطوان يعني في هذه الايام الاخيره يعني كلها متابعينا الكرام يعني كاينه الخضره يعني غاليه وغاليه بزاف يعني كاين حتى خير زوج كما كتشوفوا دايره دابا خير زوج دابا حاليا يعني في السوق دايره 10 درهم 12 درهم هي هنا غير 8 درهم يعني انواع يعني مختلفه ديال الخضره متابعينا الكرام يعني واهم حاجه هي الفلفله ومطيشه اللي الثمن ديالهم يعني على غرار يعني السوق يعني غير 6 درهم 8 درهم فهاي المغيبه 4 درهم متابعينا الكرام يعني في المساء وكما كتشوفوا يعني الجوده ديالها ف 4 درهم يعني المطيشه يعني واحد الثمن اللي هو يعني صراحه يقدر عليه الدرويش يقدر انه ياخذ كيلو من الدار ولا جوج كيلو ولا حتى ثلاثه ديال الكيلو فعيت ما غاتشري لنا 8 درهم كيلو غاتاخذ لنا جوج كيلو ب 8 درهم متابعينا الكرام ولا غلى على مسكين ولا غلى على الدراويش 4 درهم متابعينا الكرام الكيلو كما كتابع معنا يعني 4 درهم الكيلوغرام ديال النوع الجيد ديال الفلفله يعني ماشي ما فهمتش يعني كان تشار ولا ما كلش على عينيكم غاتما كتشوفوا يعني الجوده ديال الصوره يعني مقربه وكتشوفوا يعني كلشي على عينيكم متابعينا الكرام يعني ماشي ديشي ماشي ديشي ب 4 درهم ولا يعني الخضره اللي هي مضروبه ب 4 درهم بالعكس الدرويش كيعمل مع الدرويش الحاله ديال السوق يعني حاليا يعني ما بقاش رواج كبير هنا في الاسواق ديال مدينه تطوان الدرويش كيتعاون مع بعضياتو لقينا لكم يعني انتما كتشوفوا يعني في هذا السوق دائما كنجيب القاع يعني كاين شي مفاجاه ملي كنعملوا شي جوله ديالنا حنا كنقوموا بهذه الجوله لقينا يعني مطيشه وفلفله غير ب 4 درهم قلنا لابد علينا اننا نوصلوا للمواطنين نوصلوا للدراويش باش انهم يجيو يتسوقوا يجيو يتسخروا ويجيو ياخذوا حتى هما حقهم النصيب ديالهم هذا الخال اللي واقعين دابا 4 درهم يعني مطيشه احسن من 8 درهم احسن من 7 درهم بواحد الفرق اللي هو ديال 3 درهم ديال 4 درهم فخير الدرويش من 8 درهم 7 درهم متابعينا الكرام الجاده كذلك انتم كتشوفوا يعني الجاده باقا مليحه او كذلك يعني عوض 3 درهم جاده باقا غالي يعني ما يقدرش ان الانسان يبيعها بخساره بزاف فالجاده هي 8 درهم متابعينا الكرام غير 8 درهم عوض 12 درهم و10 درهم يعملوا في السوق وما كرهش يعني حتى البائع يعني ما كرهش انه حتى هو يكون عامل حتى هي ب 4 درهم لان يعني الجاده كنعرف بان اللي قلت الثمن ديالها الا غلات بزاف كتوصل 6 درهم ولكن هذه المره يعني وقع في هذا الشهر 8 يعني وقع واحد الارتفاع كبير من الجزر وصلت يعني حتى 12 درهم فطبعا يعني الحاله يعني صعيبه بزاف متابعينا الكرام اذا متابعينا الكرام فالفلفله اللي كانت دايره 700 درهم في السوق هي يعني غير 4 درهم هي مطيشه متابعينا الكرام والحمد لله يعني الخير موجود وتا يعني تا الخير موجود والخير باقي متابعينا الكرام سوق باب نوادر يعني الناس ديال تطوان اللي ساقسيو شنو السوق هذا سوق باب نوادر وديما يعني غارت السوق ديال باب نوادر طلعه ديال السوق غارت الدروج عند اخ سعيد دائما يعني الدرويش كيتعاون مع الدرويش هذه كنقولوا احنا دائما الحمد لله يعني فيما تحركت هنا في السوق كتبان لي الحاجه يعني رخيصه بزاف حتى يعني الخوخ اللي كان كيعمل يعني 12 درهم كتلقاه غير 7 درهم 8 درهم فهاد السوق يعني صراحه نقدر نسميوه انه يعني السوق ديال الدراويش السوق باب نادر فنقدر نقول لكم انه هو السوق ديال الدراويش انا نقرب لكم يعني انتم كتشوفوا عاد يعني الصندوق باش ما تقولوش هذه غاتفريشه نوريكم الصنادقه وصنادق فلفله
يعني مثلا كيقول لك انا كيكون خضره رخيصه كيبيعونا الديشي الديشي اللي تحايد الاخوان باش ما نقولوش انك تبغي لكم هذا كامل يعني ملي كتجي مضروبه ولا كتجي طايبه بزاف ولا كتجي شي حاجه فهي يعني كيحايده يعني مول خاطر يعني كي مع الدراوش كيحايده وكيخلي غير حاجه مزيانه نزله يعني صراحه مثلا كيرام وطبعا يعني حتى الثمن يعني اللي هو الثمن اللي هو الثمن يعني الدراويش والثمن يعني اللي خص ان الدراويش انه يقدر عليه ويتسوق ويجي ياخذ يعني من ليداتو كيلو ولا جوج. انا بيتي كنزول الفلوس 100 درهم كنزول 100 قصر 100 درهم صاتني 100 درهم اخويا 100 درهم قال لي زيد كيلو ما تردش على الصاحب قال لي في الجيب إذا المتابعين الكرام يعني هنا بأسواق ديال مدينة تيكون أو سوق الدبابة المغرب بالضبط المتابعين الكرام فأنتم كتشوفوا يعني على المباشر المتابعين الكرام يعني الحمد لله يعني الخضرة موجودة وخير موجود ومطيشة وفلفلة يعني دايرين غير بأربعة دراهم المتابعين الكرام غير اللي ما بغاش الحالة السوق يعني صراحة يعني رغم ارتفاع كبير والرواج اللي كتعرفوا مدينة تطوان اللي كتعرفوا هنا مدينة تطوان إلا أنك ما كتشوفوا الحالة ديال السوق ملي كيكون غالي فما كتبقى بيع وشراء فملي كتبر يعني مطيشة بسبعة دراهم وفلفلة بثمانية دراهم فالإنسان كيجي يدي غير نص كيلو ولا كيلو بالدراهم فالحمد لله دابا حنا لقينا لكم يعني متابعينا الكرام فانتما كتشوفوا يعني متابعينا الكرام حنا لقينا لكم غير بربعة دراهم اجي دير خير موجود الحمد لله غير بربعة دراهم يعني على القدرة ديال المواطن فطبعا يعني غنتحدثوا على الفلفلة بربعة دراهم فطبعا هذا هو الثمن ديال يعني ما نوصلوش 800 درهم ما نوصلوش 7 درهم فطبعا يعني 4 درهم اختي انا بدي كنتحدث معك في تيطون وكنتحدث معك في سوق باب النادر هي ب 4 درهم البارح كانت 7 درهم وهذه نيسا كتباع في الاسواق اخرين ب 6 درهم 5 درهم 7 درهم هذه نيسا كتباع 7 درهم هي دابا كتباع غير ب 4 درهم نيسا خصو يرفعها وكذلك يعني فين يمشي يتسوق اذا انتم كتشوفوا معنا متابعينا الكرام يعني هي اخي جعده خيزو 8 درهم عوض 10 درهم 12 درهم فلفل 4 درهم فلفلة 4 دراهم مطيشة 4 دراهم متابعينا الكرام يعني كلشي على عينكم هانتوما كتشوفوا يعني السوق درويش قدر يجبر الخير قدر يجبرو السوق غير يصبر هانتوما كتشوفوا متابعينا الكرام يعني كلشي على عينكم الحمد لله يعني باقي الناس كيف تشون درويش على رخابات الناس يعني ما تيقنعوا بقليل يعني غير ربح معك 50 ولا 70 سنتيمات في الكيلو حسن ما يفكر انه يربح معك درهم وجوج متابعينا الكرام اذا انتم كتشوفوا مطيشه وجعده مطيشه وفلفله 4 درهم متابعينا الكرام في السوق خيزو 8 درهم اذا كلشي على عينيك كلشي على عينيك الله يا عمودي ديال الدراما خاصك تكون احنا في الفيلم اذا متابعينا الكرام حنا معكم في المباشر احنا باش معنا يعني الانسان كيجي تشوف مطيشة ب 4 درهم هذا هو انه يقدر انه يديها ويقدر انه يدي كيلو يدي جوج عوض ما يدي نص كيلو فانتم كتشوفوا يعني كلشي على عينيك اذا هادشي هنا في مدينة تيطان متابعينا الكرام بالضبط يعني السوق بن نادر الحمد لله يعني ثم كتشاهدوا معنا يعني في هذه التغطيه المباشره هنا في اسواق مدينه تطوان متابعينا الكرام خير موجود وفلفله مطيشه دايره غير 4 درهم اذا حنا كنا معكم في هذا البث المباشر متابعينا الكرام من سوق باب النادر وبالضبط يعني شحال وصلت الاثمنه ديال الخضر الفواكه هنا في هذا السوق هذا فطبعا يعني متابعينا الكرام يعني حنا كنقربوكم يعني اي حاجه يعني لقينا يعني رخيصه حنا بدنا كنحسو بالدراويش كنحسو بالدراويش فجبرنا الحاجه رخيصه حتى حنا كنعلمكم بها ونقول لكم انها متوفره وكاينه الاسواق ديال مدينه تطوان كاين الغلا كاين بزاف ديال الخضر الفواكه اللي هي طالعه في الثمن ولكن فاش كنجبرو حتى حنا الهمزه وكنجبرو معنا كاين الناس كتعاون مع الدرويش حتى حنا كنوصلو لكم لهاد الناس هادوما وكنوصلو لكم انكم يعني تجيو تقدوا هاد الرخام وتقدوا هاد
قبل ما توجد متابعينا الكرام اللي كانوا في الفيس. كيفاش ربع دراهم؟ انت شفت شويه دراهم وكاين يعني مارسين عاد جبره مع 10 دراهم ولا في المدير 10 دراهم 100 دراهم حتى دراهم. ولكن انا كنتحدث لكم على بعض الاسواق اللي كاين الناس اللي كدير مع الدراهم. واش هو يا ما كاينش 4 دراهم ما كتبوش عليك. ماشي السوق غتاخذها ب 4 دراهم، ماشي السوق باب النويده اللي بغات طلعت ديال الدروس السعوديه غتاخذها ب 4 دراهم وغتقول هاد السيده انا ما كيكذبش عليا. اذا اخت فاطمه الزهراء اتينا كتشوف يعني 4 دراهم هي في الفلفل 4 دراهم مانتيشا 4 دراهم وخي الزوايل 12 دراهم ها هي غير 8 دراهم. ها ما صندوق الحمد لله خير موجود. متابعينا ودمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى في مباشرة.